صباح الخير. ندرس اليوم الاتزان الديناميكي للصفر. حتى الآن درسنا اتزان السفيني معتبرين أن الميلان العرضي كان يحدث بصورة بطيئة سكونية. هنا نأخذ بعين الاعتبار تأثير سرعة السفينة الزاوية أثناء دورانها حول المحور الطولي، وكذلك التسارع الزاوي. إذن هنا تنشأ عزوم إضافية بسبب الأخذ بعين الاعتبار أن السفينة أثناء تأرجحها حول المحور الطولي عرضيا لديها سرعة وتسارع زاوية. إذن العزوم المؤثر على السفينة أثناء التأرجح العرضي، يرجى الانتباه هنا إلى عبارة التأرجح العرضي. هنا لم نقل الميلان العرضي. إذن هنا عندما يؤثر عزم خارجي تقوم السفينة ليس بالميلان وإنما بالتأرجح. إذن التأرجح معروف لغويا بأنه غير الميلان. التأرجح هي حركة مستمرة تبدأ بتأثير أولي ويبدأ التأرجح. إذن هنا العزوم المؤثر على السفينة هي العزم الخارجي المؤثر. ما الفرق بين العزم الخارجي المؤثر السكوني والديناميكي؟ إذن العزم الخارجي عندما يؤثر بصورة بطيئة نقول عنه أنه سكوني، لا ينشأ عنه سرعة ولا تسارعات زاوية للسفينة أثناء ميلانها العرضي. أما إذا أثر العزم بصورة فجائية فسوف يؤدي إلى تشكل عزوم وسرعة زاوية للسفينة أثناء ميلانها حول المحور العرضي. إذن الآن العزم الخارجي المؤثر بطريقة ديناميكية MPX وهو معروف لدينا سابقا. عزم الاستعدال رأيناه سابقا والذي كان يعطى بالعلاقة MW5 يساوي ناقص DBL. الآن دي كتبناها على شكل رو بي جي بي ال. رو بي جي هي ليست إلا جاما الوزن النوعي للماء. رو هي الكتلة النوعية للماء، وجي هو تسارع الجاذبية الأرضية. إذن العزوم الإضافية التي تنشأ بسبب ديناميكية حركة السفينة هي عزم قوة تأثير مقاومة الماء أو عزم قوة تخامد. إذن المياه المحيطة بالسفينة أثناء حركة السفينة تبدي مقاومة، ونحن نعلم أن قوة التخامد أو عزوم التخامد هي تتعلق بالسرعة. فإذا كان لدينا قوة تخامد في حال الحركات الخطية، إذن في هذه الحالة يتناسب مع السرعة الخطية. وفي حال كان لدينا تخامد للحركة الدورانية فسيكون لدينا عزوم تخامد تتناسب مع السرعة الزاوية. إذن لدينا إذن عزم التخامد أو مقاومة المياه MT تساوي قيمة ثابت 2N55 بفاي فتحة. إذن فاي فتحة ليست سوى السرعة الزاوية. إذن الآن الثابت لدينا بين العزم والسرعة الزاوية هو قيمة تساوي 2N55، بحيث N55 هو معامل تخامد الميلان العرضي. أثناء حركة السفينة التأرجحية، إذن يجب أن نتذكر دائما أن السفينة تطفو في الماء. الماء هو مائع حقيقي، والمائع الحقيقي يتميز إذن عن المائع المثالي بأن له لزوجي وبأنه لدينا ما يسمى بشرط الالتصاق. ماذا يعني شرط الالتصاق؟ يعني أن جزيئات السائل الموجودة على الجزء المبلل من السفينة تلتصق بالسفينة، أما الجزيئات التي فوقها مباشرة فتتحرك بسرعة بطيئة جدا وتتزايد السرعة بشكل بطيء حتى ارتفاع قليل جدا بسماكة قليلة جدا تسمى سماكة الطبقة الحدية.
تلتصق المياه المحيطة بالسفينة ببدن السفينة، الجزء المبلل من البدن، ويكون لدينا كتلة من المياه المرافقة. إن الدراسة الدقيقة لتأثير جزيئات السائل على بدن السفينة، إذن هي عملية ليست سهلة، هي عملية معقدة تحتاج إلى برمجيات وحلول برمجية لحل معادلات نيفي-ستوكس مع الجريان المضطرب. إذن في هذه الحالة ندخل في موضوع شديد التعقيد ويأخذ زمن حساب كبير. هنا الدراسة هي دراسة مبسطة، إذن سنعتبر أن هناك كتلة، إذن هنا الدراسة هي دراسة وسطية، سنعتبر أن هناك كتلة من المياه ملتصقة بالسفينة وتتأرجح معها بكل بساطة. من هنا يجب الانتباه إلى أن هذا الاعتبار يقود إلى أن الدراسة التي نقوم بدراستها هي دراسة تقريبية. إذن هناك كتلة من المياه الملتصقة بالسفينة التي عزم عطالتها حول المحور الطولي هو M55، فسيكون العزم الإضافي المتشكل بسبب التصاق هذه الكتلة بالسفينة هو ناقص M55 بالتسارع الذهبي. إذن M55 هو عزم عطالة كتلة المياه المرافقة. الآن نقوم بجمع العزوم، جميع العزوم، بتطبيق مبدأ ماسونية عزم كمية الحركة. قانون ماسونية كمية الحركة يقول أن مجموع العزوم الخارجية المؤثرة على جسم يساوي إذن جي إكس إكس، فاي فتحتين، هو من أصل القانون، يساوي مجموع العزوم التي لدينا والتي هي أم بي إكس أم دبليو فاي أم تي و أم بي. إذن جي إكس إكس هو عزم عطالة السفينة حول المحور الطولي المار لمركز ثقل السفينة. إذن بالتعويض كل عزم بقيمته، نلاحظ أن فاي فتحتين موجودة في العلاقة بأمثال N55، لدينا أيضا جي إكس إكس، إذن نخرج خارج قوسين هذين المقدارين فيصبح لدينا بين قوسين جي إكس إكس زائد N55 مضروب بفاي فتحتين، وكان لدينا في الطرف الثاني 2 N55 سالب، نقلناه للطرف الأول أصبح زائد 2 N55 فاي فتحة زائد عزم الاستعدال رو جي في بإل يساوي أم بي إكس. إذن في هذه المعادلة هي معادلة تفاضلية متجانسة من الدرجة الثانية، زائد هنا لدينا قيمة زراعة عزم الاستعدال هو علاقة أيضا تتعلق بالزاوية فاي، فهنا هذه القيمة هي الحد الذي يعقد حل المعادلة والذي يشكل العقبة الأساسية أمام الحل التحليلي لهذه المعادلة. أيضا علاقة MPX بالزاوية فاي هي أيضا من العوامل التي تعقد حل المعادلة. إذن سنقسم المجال الذي تتم فيه الدراسة إلى قسمين. هنا لدينا حالة الزوايا الميلان الصغيرة، لنفرض أن لدينا تأرجح ولكن تتأرجح السفينة بزوايا ميلان صغيرة، تتأرجح حول زاوية التأرجح ميلان عرضي صغيرة. في هذه الحالة إذن عند التأرجح بزوايا ميلان صغيرة قلنا أن هذه الحالة كان L يساوي H0 بفاي، أي أن العلاقة هي علاقة خطية. بما أن العلاقة خطية إذن تصبح هذه المعادلة هي معادلة تفاضلية متجانسة من الدرجة الثانية. الآن إذا زال هذا العزم المؤثر الخارجي ستبقى السفينة تحت تأثير هذا الطرف الثاني سيكون صفر، وستتأرجح السفينة وفق حل هذه المعادلة. إذن هنا في هذه الحالة إذا قسمنا على جي إكس إكس زائد إم فاي فاي فنحصل على المعادلة فاي فتحتين زائد 2 إم فاي فاي على جي إكس إكس زائد إم فاي 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 فتحة زائد رو جي في أش. إذن نقسم جميع الحدود على جي إكس زائد إم فاي فاي. إذن الآن المدلول الفيزيائي لكل حد من الحدود، إذن هذا المقدار نسميه أش فاي فاي، هو
ومعامل تخامض كتلة المياه المرافقة، أي هو عبارة عن ثابت تناسب، كلما يزداد هذا يعطي دلالة على أن المياه المحيطة تبدي مقاومة أكبر. الحد الآخر، نأخذ جذر هذه القيمة بحيث يكون مربعه، إذن هذا الحد هو مربع قيمة تسمى W5، وهو التردد الذاتي غير المتخامد للحركة التأرجحية العرضية، ويساوي تحت الجذر رو جي في اش صفر على جي اكس اكس زائد ام فاي فاي. إذن هذا الحد يعبر عن مقدار التردد الذاتي غير المتخامد. إذن هناك حركة تأرجحية، أي أن لديها دور حركي وتردد حركي. إذن التردد أو ما يسمى بنبض الحركي أيضا غير المتخامد. الطرف الثاني يسمى معامل عزم الميلان العرض. إذن هنا نلاحظ أمر هام جدا، وهو أن الحركة التأرجحية عن سوايا الميلان الصغيرة هي حركة غير خطرة على السفينة. إذن هي حركة أو هي حالة لا تشكل خطورة على السفينة. ما يهمنا هو الحركة التي تكون أو التي تشكل خطورة على السفينة، وهي التأرجح عن زوايا ميلان كبير. في هذه الحالة يمكن دراسة هذه الحالة والمتابعة فيها، إلا أننا نفضل أن ندع الحل هنا ونذهب مباشرة إلى بحث الاتزان الديناميكي للسفن عن زوايا الميلان الكبير. إذن هنا ستنشأ لدينا حركة ذات طبيعة جيبية متخامدة لها دور. طبعا عندما تكون الحركة جيبية متخامدة فالدور لن يكون ثابت، إذن عندما تنخفض السعة سيزداد الدور، وبالتالي سيقل التردد مع الزمن حتى تقف السفينة عن الحركة. الاتزان الديناميكي عن زوايا الميلان الكبيرة. عن زوايا الميلان الكبيرة يصبح عزم مقاومة المياه هو عزم صغير جدا يمكن إهماله، فتكون في هذه الحالة معاملات التخميد المختلفة المتعلقة بمقاومة المياه هي قيمة يمكن أن نجعلها تساوي الصفر. ستصبح المعادلة بالشكل التالي، إذن جي إكس إكس زائد إم فاي 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 فتحتين زائد رو جي في إل يساوي إم بي إكس. إذن نلاحظ أن تأثير كتلة المياه الملتصقة هي موجودة في الزوايا الصغيرة والكبيرة. إذن سنعبر عن العزم الخارجي بالشكل التالي، إذن رو جي إل في بي إل بي. إذن هنا إل بي هو عبارة عن ذراع عزم الميلان العرضي الخارجي. التسارع الزاوي، إذن هنا لدينا التسارع الزاوي هو عبارة عن دي 2 فاي على دي تي مربع. في هذه العلاقة أو في هذا الحد سنحاول حذف الزمن، أي سنحاول الاحتفاظ بالتفاضل المتعلق بالزاوية فاي فقط، فستتحول العلاقة فاي فتحتين إلى نصف دي فاي فتحة مربع على دي فاي. إذن هنا دي تي لم يعد موجود في هذه العلاقة. إذن كيف يمكن تحويل هذه العلاقة من الشكل دي 2 فاي على دي تي مربع إلى الشكل نصف دي فاي فتحة مربع على دي فاي؟ إذن لدينا دي 2 فاي على دي تي مربع يساوي دي على دي تي دي فاي على دي تي، ولكن لدينا دي فاي على دي تي ليست سوى السرعة الزاوية فاي فتحة. إذن يساوي دي على دي تي دي فاي على دي تي، نضرب بدي فاي على دي فاي فيصبح لدينا هنا دي فاي ودي تي أيضا هي عبارة عن السرعة. لا، نلاحظ هنا دي فاي على دي تي هي عبارة عن السرعة، فنعيد كتابتها بحيث ننقل هذا الحد إلى هنا وهذا الحد إلى هنا، فتصبح دي على دي فاي دي فاي على دي تي دي فاي على دي تي. إذن تصبح دي على دي فاي فاي فتحة مضروبة بفاي فتحة. إذن لدينا هذه القيمة ليست سوى نص دي فاي.
فاي فتحة للتربيع على دي فاي. إذن في هذه الحالة صرنا نتعامل فقط مع الزاوية فاي والتفاضل دي فاي هنا. فإذا طلبنا طرفي المعادلة بدي فاي فتصبح لدينا المعادلة بالشكل التالي. إذا ضربنا طرفي المعادلة بدي فاي فيصبح لدينا نص جي اكس اكس زائد ام فاي فاي دي فاي فتحة للتربيع زائد رو جي في بال دي فاي يساوي رو جي في ال بي دي فاي. الآن سنكامل هذه العلاقة. إذن هذه هي علاقة تفاضلية. إذن لمعرفة الحل لهذه المعادلة إذن سنقوم بتكامل هذه العلاقة. أخذين بعين الاعتبار شروط البدء وهي عند بدء الحركة T يساوي الصفر. نعتبر أن السرعة هي عبارة عن السرعة الزاوية عند لحظة البدء فاي فتحة صفر والزاوية هي فاي صفر. إذن سيصبح لدينا تكامل دي فاي فتحة مربع. سنأخذ الحالة النهائية ناقص الحالة البدائية. إذن ستصبح لدينا فاي فتحة للتربيع ناقص فاي فتحة صفر للتربيع. إذن عند التكامل على دي فاي فتحة للتربيع نلاحظ أن جي إكس إكس زائد أن فاي فاي هي قيم لا تتعلق بالسرعة الزاوية فاي فتحة، لذلك تخرج خارج التكامل. إذا خرجت خارج التكامل لا يبقى سوى التكامل هنا من فاي صفر حتى فاي دي فاي فتحة مربع. إذن يتحول التفاضل إلى فرق، يتحول إلى فرق دلتا، فيكون النهاية ناقص البداية أي يصبح فاي فتحة مربع ناقص فاي صفر فتحة مربع. إذن الحد الثاني لدينا الرو جي في لا يتعلق بالزاوية فاي فيمكن إخراجها فيصبح لدينا تكامل فاي صفر لفاي ال دي فاي يساوي أيضا هنا رو جي في لا يتعلق بالزاوية فاي يصبح لدينا فاي صفر فاي ال بي دي فاي. إذن هنا هذا الحد يمثل الطاقة الحركية للسفينة وكتلة المياه المرافقة. هذا الحد يمثل الطاقة الكامنة للسفينة وهذا الحد يمثل عمل عزم الميلان العرض. إذن الحد الأخير هو الأصل في تكوين الطاقة الكامنة للسفينة والطاقة الحركية للسفينة، والتأرجح دائما كما نرى في كما نعلم كلنا في حركة النواس إذن هو عبارة عن تبادل بين الطاقة الحركية والطاقة الكامنة بشكل متناوب ومستمر، بحيث إذا كانت الحركة غير متخامدة يبقى المجموع بينهما ثابتا، وإذا كانت الحركة متخامدة يكون هنا مجموعهما متناقصة. الآن لدينا هذه العلاقة. هنا يهمنا ما يهمنا في هذه العلاقة هي الحالة الأكثر خطورة. أين تكمن الحالة الأكثر خطورة ونركز الدراسة عليها؟ الحالة الأكثر خطورة هي توافق زاوية الميلان العرضي القصوى عندما تميل السفينة بأقصى زاوية ميلان عرضي. في هذه الحالة تصبح الحالة هي الأكثر خطورة. إذن نأخذ فقط هذه النقطة من الحركة. إذن هي حركة متأرجحة للسفينة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. ما يهمنا هو الحالة الأخطر وهي الحالة التي تميل فيها أقصى زاوية ميلان عرضي. إذن عندما تميل اللحظة التي تميل فيها السفينة في أقصى زاوية ميلان عرضي هي اللحظة الأخطر التي يجب أن نهتم فيها أكثر شيء. إذن في هذه الحالة نلاحظ عندما تكون السفينة في أقصى زاوية ميلان عرضي في هذه الحالة ماذا يصبح؟ يصبح لدينا الطاقة الحركية كلها تم صرفها إلى طاقة كاملة، أي أن تصبح هذا الحد كله معدوم وتصبح هذا الحد هو أقصى ما يمكن. فنحن إذا نهتم بالحالة التي يصبح فيها هذا الحد يساوي هذا الحد وهذا الحد ينعدم. إذا هنا الحالة الأخطر هي إذا عندما تصبح قيمة الحد الذي يمثل الطاقة الحركية معدوم وبالتالي الطاقة الكامنة هي أعظمية، فتصبح الطاقة الكامنة تساوي عمل العزم الخارجي. في هذه الحالة إذن يصبح لدينا رو جي في نعبر عنه على شكل دي، هنا أيضا رو جي في نعبر عنه على شكل دي، فيصبح لدينا المعادلة النهائية للحركة هي دي تا
تكامل من الصفر لفاي دي ال دي فاي يساوي دي تكامل الصفر لفاي دي ال بي دي فاي. إذا نلاحظ هنا التكامل يكون بين الزاوية فاي صفر هي الزاوية الأولية والزاوية دي هي زاوية التأرجح، أقصى زاوية التأرجح موجودة لدينا. إذا عبرنا عن العلاقة السابقة بدلالة العزوم، أي أننا ندخل دي إلى داخل التكامل، فيصبح لدينا تكامل ام دبليو ال والذي يساوي دي بي ال دي فاي يساوي تكامل فاي صفر حتى فاي ام بي اكس دي فاي. إذن هنا هذه العلاقة صحيحة فقط ولكن بصورة لحظية وليست صحيحة دائما. صحيحة بصورة لحظية عند حالة واحدة فقط وهي الحالة حالة التأرجح الديناميكي القصوى هنا. إذن هذه الفاي إذن هذه العلاقة هي صحيحة عند قيمة وحيدة لفاي نريد أن نبحث عنها. كيف نبحث عن هذه القيمة لفاي؟ إذن نحن نعرف أن تكامل قيمة أو تكامل منحني هو المساحة التي يحصرها هذا المنحني مع المحور فاي. إذن فيصبح لدينا هنا المساحة التي يحصرها العزم MWL مع المحور فاي يجب أن تساوي، إذن لحظة التساوي هي قيمة لحظية عن زاوية واحدة فقط هي الزاوية فاي دي. إذن كيف نبحث عن فاي دي؟ إذن نبحث عن تساوي المساحات بين القيمتين. إذن المساحة التي يجب أن يحصرها عزم في الاستعداد يجب أن تساوي المساحة التي يجب أن يحصرها عزم الميلان العرضي الخارجي. إذن نحن نبحث عن المساحات بأن نرسم المساحات على الشكل التالي. إذا كان العزم يؤثر بصورة أو له قيمة ثابتة مع زاوية الميلان العرضي الخارجي فسيكون شكل تأثيره عبارة عن خط مستقيم، أما هنا فيكون شكل تأثيره هو عبارة عن منحني ذراع عزم الاستعداد. إذن في هذه الحالة نرسم عزم الاستعداد وعزم الميلان العرضي الخارجي. إذن هنا المساحة تحت هذا المنحني تمثل قيمة هذا التكامل، والمساحة تحت هذا المنحني هي عبارة عن قيم مساحة لها شكل مستطيل ولكن قيمته تزداد كلما زادت قيمة فاي. إذن هاتين المساحتين يجب أن تتساويان عندما تكون الزاوية فاي هي أقصى زاوية تأرجح. إذن كيف نحصل على هذه الزاوية؟ إذن نحسب المساحات ونحاول معرفة أين تقع هذه الزاوية التي تحقق هذا التساوي. إذن هنا نحسب المساحات يمينا ويسارا، فيجب أن تكون المساحة التي يحصرها المنحني MBX يجب أن تساوي المساحة هنا الزرقاء، يجب أن تساوي المساحة الحمراء. نلاحظ بينهما أن هناك مساحة مشتركة، إذن المساحة المشتركة هي يمكن حذفها من الطرفين، فهنا يجب على هذه المساحة هنا هذا الجزء من المساحة يجب أن يساوي هذا الجزء من المساحة. فإذا حسبنا هذا الجزء من المساحة وهذا الجزء من المساحة إذن هذا الجزء من المساحة محسوب لدينا. إذن نذهب في الشاقول في هذا الاتجاه، إذن نأخذ الخط الشاقولي في هذا الاتجاه حتى يتحقق لدينا مساحة زرقاء تساوي المساحة الحمراء. إذن يجب على هذه المساحة أن تساوي هذه المساحة. إذن هذه المساحة الحمراء هي في الأصل حتى نقطة التقاطع هي لدينا، أما من نقطة التقاطع وما بعدها فهي عبارة عن مساحة نحن نقوم بالتحكم بها، نسير مسافة حتى تصبح المساحة الزرقاء تساوي المساحة الحمراء ونتوقف ونقرأ قيمة فاي دي، فتكون فاي دي هي القيمة التي تمثل زاوية التأرجح الديناميكي للسفينة عند تعرضها لعزم ميلان عرضي خارجي قيمته ثابتة. عبرنا سابقا عن علاقة تساوي الطاقة الكامنة بعمل عزم الميلان الخارجي في لحظة انعدام الطاقة الحركية وهي الحالة الأخضر كما رأينا سابقا على شكل دي تكامل صفر ل حتى فاي ال دي فاي يساوي دي تكامل صفر لفاي ال بي دي فاي. الآن سنعبر عن المقدار
إذن يمكن من هذه المساويات حذف دي فتصبح لدينا العلاقة تكامل من فاي صفر حتى فاي ال دي فاي يساوي تكامل من صفر فاي صفر حتى فاي ال بي دي فاي. إذن هنا لدينا سفينة ولدينا عزم يؤثر عليها. إذن هذه العلاقة التساوي تمثل كما قلنا الحالي الأخطر. الآن لنأخذ المقدار بتجرد أي المقدار صفر تكامل من صفر فاي حتى فاي بال دي فاي. سنطلق تسمية على هذا التكامل ونسميه بال دي ونسميه ونطلق عليه اسم ذراع الاتزان الديناميكي. المقدار الآخر سنطلق عليه اسم ال بي دي ذراع عزم الميلان العرضي الخارجي الديناميكي. إذن في حال تساوى قيمة ذراع الاتزان الديناميكي للسفينة مع ذراع الاتزان الديناميكي لعزم الميلان الخارجي يكون لدينا هنا زاوية التأرجح الديناميكي. إذن هنا نتعامل مع LD كقيمة تابعة لفاي والBD كقيمة تابعة لفاي. إذن يمكن رسم هذه القيمة على حدة، كل قيمة يمكن رسمها على حدة بحيث نستطيع رسم منحني لLBD ومنحني لLD. إذن هنا ليكن لدينا العزم LB والذي ذراعه LB العزم الميلان العرضي الخارجي الذي ذراعه LB وذراع عزم الاستعدال. ما الفرق بين دراستنا السابقة وهذه الدراسة؟ إذن في المثال السابق كان العزم هو عزم ميلان العرضي الخارجي، الآن يتعلق بزاوية الميلان العرضي الخارجي. إذن هو عند زاوية ولتكن الزاوية 40 قيمته لا تساوي البي عند الزاوية 60 مثلا. كذلك لدينا ذراع عزم الاستعدال الذي تتغير قيمته بدلالة الزاوية فاي من زاوية إلى أخرى. هنا كيف نحسب زاوية التأرجح الديناميكي؟ إذن بنفس الطريقة نحسب المساحات بحيث تكون المساحة الزرقاء تساوي المساحة الحمراء لأن هناك مساحة مشتركة يتم حذفها بينهما. فهنا إذن نحسب نقطة التقاطع المساحة حتى بين المنحنيين حتى نقطة التقاطع، وبعد نقطة التقاطع نستمر بالسير حتى تتساوى المساحة الزرقاء مع المساحة البرتقالية فنتوقف ونقول إن القيمة هنا هي عبارة عن فاي دي. إذن إن حساب المساحات المتكرر هو أمر لابد منه حتى نحسب قيمة فاي دي. لذلك تم اقتراح إنشاء ما يسمى منحني ذراع الاتزان الديناميكي. كيف ننشئ ما يسمى منحني ذراع الاتزان الديناميكي للسفينة؟ إذا نلاحظ أن لدينا ذراع عزم الاستعداد للسفينة ولدينا المجال الزاوي للسفينة، ننشئ منحني جديد. هذا المنحني الجديد يسمى منحني ذراع الاتزان الديناميكي للسفينة. إذا نلاحظ المصطلحات، بدأنا من ذراع عزم الاستعداد ثم أطلقنا في الصفحة السابقة على التكامل من الصفر حتى فاي ال دي فاي بالذراع الاتزان الديناميكي. إذن أصبح لدينا مفهوم جديد وهو ذراع الاتزان الديناميكي، وهو القيمة التي تعبر عن المساحة بين فاي صفر وفاي أو من الصفر حتى فاي للمساحة المحصورة تحت ذراع عزم الاستعداد حتى الزاوية فاي ونسميه LD فاي. إذن هنا يظهر لدينا أو يدخل لدينا مفهوم جديد وهو منحني ذراع الاتزان الديناميكي. ما هو منحني ذراع الاتزان الديناميكي؟ إذن نأتي إلى الزوايا زاوية زاوية وعند كل زاوية نرسم المساحة وقيمة المساحة نرسمها كنقطة على المنحني الجديد والذي يسمى منحني ذراع الاتزان الديناميكي بالشكل التالي. إذن نبدأ مساحة مساحة ونعود في كل مرة إلى الصفر ونحسب المساحة. إذن في كل مرة نعود إلى الصفر ونحسب المساحات المختلفة وهكذا. مجموع كل قيم المساحات
نرسمها على شكل نقاط ونصل بين هذه النقاط فيتشكل لدينا منحني يسمى منحني ذراع الاتزان الديناميكي للسفينة. إذن أيضا لدينا ذراع الاتزان الديناميكي لعزم الميلان العرضي الخارجي، نرسمه بنفس الطريقة، أي نرسم عند كل زاوية المساحة تحت منحني ذراع الاتزان العزم الخارجي الديناميكي، فيتشكل لدينا منحني يدعى منحني ذراع العزم الخارجي الديناميكي. الآن لم يعد هناك حاجة للبحث عن المساحات ومعايرة المساحات مساحة مساحة، يكفي البحث عن نقطة التقاطع بين المنحنيين، وهي النقطة التي تتساوى فيها أذرع الاتزان الديناميكي، أي تتساوى فيها المساحات، وهنا تكون الزاوية المقابلة لزاوية التأرجح الديناميكي. وجدنا أن ذراع الاتزان الديناميكي الممثل للتكامل من صفر حتى فاي دي فاي لذراع عزم الاستعداد، إذن تكامل الصفر لفاي ال دي فاي هو يعبر عن ذراع الاتزان الديناميكي، ويمكن إنشاء قيمته عن طريق حساب المساحة التي يحصلها ذراع عزم الاستعداد من الصفر حتى الزاوية فاي. إلا أن هناك طريقة أخرى يمكن أن نحسب من خلالها قيمة ذراع الاتزان الديناميكي. إذا عبرنا عن المقدار تكامل من صفر لفاي ام ال دي فاي يعني عزم الاستعداد، الآن نتعامل بالعزوم وليس بأذرع العزوم، فإذا عبرنا عن تكامل من الصفر لفاي ام دبليو ال دي فاي أي تكامل عزم الاستعداد بالنسبة للزاوية فاي من الصفر حتى فاي، ليس إلا عمل قوة الدفع أثناء انتقالها من الصفر وحتى النقطة F فاي. إذن العمل بالتعريف إذن هو عبارة عن القوة في الانتقال، إذن القوة في انتقالها على خط تأثيرها، مقدار انتقال القوة على خط تأثيرها يعبر عن العمل. إذن في هذه الحالة نحسب مقدار الانتقال، نحاول الآن حساب مقدار الانتقال. إذا كان لدينا المقدار جي اف صفر يمثل القيمة A، فمقدار الانتقال ليس إلا اش اف فاي ناقص اش كيو، إذن ناقص اش كيو. في هذه الحالة نسمي المقدار اش اف فاي ليس إلا A واحد، واش كيو هو المقدار A. إذن يصبح لدينا اش كيو، إذن هي قيمة تساوي جي اف صفر. إذا نقلنا قيمة A بنفس مقدارها إلى الحامل الجديد لقوة الدفع بنفس الطول من النقطة اش، فنحصل على النقطة كيو، بحيث يكون اش كيو يساوي جي اف صفر ويساوي A. إذن النقطة الآن أصبحت نقطة تأثيرها ليس في النقطة كيو، وإنما في النقطة F فاي. فمقدار الفرق بين H F فاي والمقدار H Q يمثل مقدار انتقال القوة D على خط تأثيرها، أي هو الفرق بين A واحد و A، فهذا يمثل قيمة العمل. إذن في هذه الحالة يكون لدينا التكامل ليس إلا D بمقدار الانتقال. إذن لاحظ على الشكل أن A واحد هي المسافة بين H و F فاي، وهي تساوي المقدار K E ناقص F فاي E، أصبح لدينا هذه القطعة فقط، مضاف إليها المقدار H K. إذن لدينا الحد الأول K E ليس سوى Y ساين فاي، والمقدار الثاني F فاي اي ليس سوى زد كوساين فاي من هذا المثلث الصغير، ولدينا اش كي ليس الا
A القديمة مضروبة ب كوساين فاي. إذن الآن يصبح لدينا التكامل من الصفر حتى فاي ام دبليو فاي دي فاي يساوي دي اي واحد ناقص اي. نعوض بالعلاقة، إذن يصبح لدينا ذراع الاتزان الديناميكي الجديد هو معطى بالعلاقة المباشرة التالية، إذن يساوي واي ساين فاي ناقص زد كوساين فاي ناقص اي في واحد ناقص كوساين فاي. إذن هنا يجب أن لا نمر مرور الكرام من عند هذه العلاقة. إذن هذه العلاقة هي علاقة مهمة جدا، وهي علاقة تتيح لنا حساب ذراع الاتزان الديناميكي بشكل دقيق جدا وبدون إجراء التكامل. نحن تحدثنا سابقا عن ذراع عزم الاستعداد، وقلنا بأن المفتاح الأساسي لحساب ذراع عزم الاستعداد هو إحداثيات مركز الدفع Y و Z. الآن مباشرة من إحداثيات مركز الدفع Y و Z والتي توجد عند حساب منحنيات الكين للسفينة أو منحنيات ذراع الاتزان المتعلق بالشكل للسفينة، توجد حزمة منحنيات خاصة بـ YF بدلالة زاوية الميلان العرضي وحجم الإزاحة. إذن ويوجد لدينا حزمة أخرى لـ Z أيضا. إذن يمكن اعتبار أن Y و Z في حال توفرت لدينا القيم الجدولية لـ Y و Z بدلالة زاوية الميلان العرضي وبدلالة الإزاحة الوزنية أو الحجمية، فهنا لم يعد هناك حاجة لإجراء التكامل. يمكن أن نحسب LD بطريقة مباشرة انطلاقا من إحداثيات مركز الدفع. إذن هنا للتأكد من صحة العلاقة قلنا بأن LD ليس سوى تكامل من الصفر لفاي L دي فاي. الآن نقوم باشتقاق L يساوي D LD على دي فاي. إذا كان LD هو تكامل L فسيكون L هو مشتق LD، وبالتالي يكفي أن نشتق هذه العلاقة ونحصل على علاقة جديدة. فإذا كانت هي نفس العلاقة التي تربط بين إحداثيات مركز الدفع وقيمة L، فسنكون قد تحققنا من صحة هذه العلاقة. إذن بالاشتقاق نجد أن مشتق جداء هو مشتق الأول في الثاني، مشتق الأول دي واي على دي فاي ساين فاي زائد الثاني في مشتق الأول مشتق ساين ساين كوساين. الآن لدينا الحد الثاني، إذا ناقص مشتق الأول دي زد على دي فاي في الثاني كوساين فاي زائد مشتق الثاني. إذا هنا لدينا الناقص، ناقص كانت هنا مضروبة في هذا الحد، ومشتق الكوساين هو ناقص، إذا أصبح لدينا ناقص ناقص أصبحت زائد. مشتق الثاني ساين صار ناقص كوساين، إذا كما كنا أصبح هنا ساين مضروبة في الأول زد. بقي لدينا مشتق هذا الحد هو بكل بساطة مشتق الواحد والصفر. مشتق الكوساين كما قلنا هو عبارة عن ناقص ساين، إذا هنا ناقص مضروب في ناقص أصبحت زائد، وهنا ناقص بقي الإشارة ناقص، إذا A ساين فاي. نلاحظ بعد تعويض قيمة دي واي على دي فاي ليست إلا R فاي كوساين فاي، ودي زد على دي فاي ليست إلا R فاي ساين فاي. إذا كما رأينا سابقا، إذا يصبح لدينا هذه الحدين إذن متساويين ومتعاكسين بالإشارة، فيبقى لدينا من الحدود هذه الحدود إذن، وهي نفس العلاقة التي وجدناها سابقا والتي تعطي قيمة ذراع عزم الاستعداد بدلالة إحداثيات مركز الدفع. الاستخدام العملي لمنحني الاتزان الديناميكي. إذن نأخذ حالة سفينة تتعرض لتأثير عزم ميلان عرضي خارجي لا يتعلق بزاوية الميلان العرضي. في هذه الحالة ستتأرجح السفينة بزاوية تأرجح ديناميكي، بحيث تكون قيمة ذراع الاتزان الديناميكي عند هذه الزاوية تساوي، إذا عند هذه الزاوية تساوى ذراع الاتزان الديناميكي للسفينة
وزراع الاتزان الديناميكي لعزم الميلان العرضي الخارجي. في هذه الحالة سيكون لدينا تكامل من صفر ل تيتا ل فاي ال دي فاي يساوي، قلنا أن العزم الميلان العرضي الخارجي لا يتعلق بزاوية الميلان العرضي، فبالتالي ستكون قيمته مستقلة عن الزاوية، وبالتالي يمكن إخراجه خارج قوسين والمكملة، فتصبح لدينا قيمة البي دي هي عبارة عن البي مضروبة بي فاي. نلاحظ هنا الطرف الثاني هي عبارة عن معادلة مستقيم، إذا معادلة مستقيم هندسيا ممكن رسمها بنقطتين. إذا أخذنا نقطة عند الصفر فسيكون LPD يساوي الصفر، وعند واحد راديان فستكون قيمة LPD تساوي LP مضروبة بفاي، أي LP مضروبة بواحد، فتصبح LPD يساوي LB. إذا على مقياس L نرسم قيمة تساوي LP ولكن على مسافة 57.3 درجة. نرفع شاقور بمقدار LB ونرسم خط بين النقطتين. هذا الخط يمثل منحني ذراع الاتزان الديناميكي لعزم الميلان العرضي الخارجي. الآن نرسم ذراع الاتزان الديناميكي للسفينة، فيتقاطع الخطان في نقطة، نسقط شاقول على محور فاي فنحصل على قيمة فاي دي وهي زاوية الاتزان الديناميكي الذي تتأرجح عنده السفينة. إذن هنا نلاحظ بأن كلما ازداد العزم LP، نلاحظ هنا كلما ازداد العزم LP كلما ازداد ميل الخط LPD وهو خط مستقيم. نلاحظ في حالة ازدياد الميل إذن يصبح الخط مماس في نقطة واحدة لمنحني LD. هذه الزاوية تدعى الزاوية الحرجية. إذن مع ازدياد قيمة عزم الميلان العرضي الخارجي يزداد ميل المستقيم إلى أن نصل إلى آخر مستقيم يمكن أن يتقاطع مع منحني LD. في هذه الحالة يكون المنحني العزم LPD مماسا لمنحني الاتزان الديناميكي LD في نقطة التماس. بعد هذه النقطة لن يتقاطع خط LPD مع منحني الاتزان الديناميكي للسفينة. إذن حالة عدم التقاطع تعني حالة فقدان الاتزان، والنقطة التي نتحدث عنها نقطة التماس هذه هي آخر نقطة أو آخر حالة للسفينة يمكن أن تتأرجح بها قبل أن تفقد اتزانها، فتدعى زاوية الاتزان الديناميكي الحرجي. إذن هي الزاوية الحرجي التي عند تأرجح السفينة عندها ستفقد السفينة اتزانها عند أدنى زيادة لهذه القيمة أو لقيمة العزم الميلان العرضي الذي ذراعه LP. إذن هنا يكون في هذه الحالة ذراع العزم الموافق لهذه الحالة لحالة الحرجي سيكون قيمته LP critical، إذن هو قيمة أكبر عزم يمكن أن تتعرض له السفينة قبل أن تفقد اتزانها. هناك حالات قد تفقد السفينة اتزانها قبل الوصول إلى هذه الحالة الحرجية، وهي أن يكون لدينا زاوية تسرب المياه إلى السفينة وتدعى زاوية التسرب. إذا كانت زاوية التسرب أقل من الزاوية فاي سي، إذن نحن نستطيع الحصول على عزم حرج آخر قيمته أقل من العزم الحرج الموافق لفاي سي. في هذه الحالة كيف نفعل؟ عند الزاوية فاي زد نرفع شاقول فنحصل على آخر عزم ميلان عرضي يمكن أن نحصل عليه. نقيس من عند الزاوية 57.3
ارتفاعه عن المحور الزوايا فاي، ونقرأ قيمة البي كريتيكال أي قيمة ذراع عزم الميلان العرضي الحرج في هذه الحالة. إذن يكون لدينا زاويتين، الزاوية الحرج الفاي سي والزاوية الحرج الفاي زد. نأخذ القيمة الأصغر ونحسب من خلالها قيمة ذراع عزم الميلان العرض الخارجي الحرج الموافق للقيمة الأصغر. إذن الزاوية الحرجي هي القيمة الدنيا بين فاي سي وفاي زد. إذن قلنا إذا كان عزم الميلان العرض الخارجي يؤثر بصورة ديناميكية أي يؤدي إلى تأرجح ديناميكي للسفينة، وهو لا يتأثر بزاوية الميلان العرضي، فيكون شكل المنحني له كما رأينا سابقا هو منحني مستقيم، أي ذراع الاتزان الديناميكي له هو مستقيم، خط مستقيم. ميل هذا المستقيم كما رأينا سابقا يزداد ازدياد قيمة العزم. الآن سندرس حالة مركبة، وهي حالة سفينة تتعرض لهذا العزم الذي نتحدث عنه. إذن هو عزم ميلان عرضي خارجي يؤثر على السفينة بصورة ديناميكية، ولكنه هو لا يتأثر بزاوية الميلان العرضي، أي أنه يؤثر بصورة ديناميكية عند الزاوية 40 نفس تأثيره عند الزاوية 50 نفس تأثيره عند الزاوية 60. ولكن هنا ندرس حالة تكون فيها السفينة في الأصل معرضة لعزم سابق، ولكن كان يؤثر بصورة سكونية أدت إلى ميلان السفينة بدون تأرجحها، ولكن ميلان سكوني. إذن السفينة مائلة بشكل دائم بصورة سكونية عند زاوية ميلان سكوني ولتكون فاي صفر. إذن فاي صفر قد تكون نحو اليمين أو نحو اليسار بحسب اتجاه تأثير العزم السكوني الأولي الذي أثر عليها. الآن العزم الخارجي الذي يؤثر بصورة ديناميكية قد يكون أيضا نحو اليمين ونحو اليسار. في كل حالة من حالات تأثيره قد يكون لدينا الحالة الحرجي توافق الحالة الفايسي الزاوية فايسي أو حالة الزاوية فايزي. إذن هنا أصبح لدينا 8 احتمالات سندرسها بالتفصيل. إذن ندرس حالة السفينة مائلة عرضيا بزاوية فاي صفر أكبر من الصفر، أي أن السفينة في الأصل تميل بصورة نحو اليمين بفعل تأثير عزم ميلان عرضي خارجي ذراعه البي صفر. ولدينا حالة زاوية التسرب أكبر من زاوية الزاوية الحرجي فاي سي. إذن نحن الآن نصمم على قيمة فاي سي. إذن الحالة الأخطر هنا حالة فاي سي. إذن في هذه الحالة ماذا نفعل؟ إذن نرسم ذراع الاتزان الديناميكي باتجاه اليمين. الآن من الزاوية فاي صفر نرفع شاقول. إذن الآن نسير باتجاه اليمين. يرجى الانتباه في جميع الحالات إذا نحصل على هذه النقطة، من هذه النقطة نسير باتجاه اليمين بمقدار 57.3 درجة. إذا أصبحت الزاوية هنا ماذا تساوي؟ إذا أصبحت تساوي فاي صفر زائد 57.3 درجة. إذا من هذه النقطة نرسم مماس من هذه النقطة على المنحني، ثم نرفع شاقول فينتج لدينا قيمة ذراع الاتزان السكوني الذي أثر مسبقا وأدى إلى ميلان السفينة بمقدار فاي صفر. الآن يرجى الانتباه إذن هذه النقطة ستعتبر هي نقطة البدء. إذن هذه النقطة ستعتبر نقطة البدء. إذن الآن لمعرفة الزاوية فاي سي نرسم من هذه النقطة مماس للمنحني. إذا نرسم مماس للمنحني فينتج لدينا النقطة الموافقة للمماس تدعى فاي سي، وهي زاوية التأرجح الديناميكي الحرجي، وهي التي تتأرجح عندها السفينة، وهي آخر
قيمة للتأرجح. إذن نمدد حتى يتقاطع هذا الخط مع الشاطول، ونقيس المسافة التي تأتي من النقطة التي سميناها نقطة البدء هنا، حتى هذه النقطة نقطة التقاطع ستكون هذه القيمة هي قيمة البي كريتيكال. إذن هي القيمة الحرجي للعزوم الخارجي التي يمكن أن تتحملها السفينة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن لدينا سفينة قد تتعرض لعزوم أزرعها أقل من هذه القيمة بدون أن تفقد اتزانها. ندرس الآن السفينة المائلة نفس الحالة السابقة، ولكن بحيث يكون زاوية التسرب أقل من الزاوية فاي سي. إذن في هذه الحالة نتبع نفس الخطوات السابقة، من عند الزاوية فاي صفر نرفع شاقول يتقاطع مع المنحنى في نقطة، نسحب بخط أفقي نحو اليمين بمقدار 57.3 درجة فنحصل على نقطة، نرسم المماس على المنحنى حتى يتقاطع مع الشاقول في نقطة، ونقيس المسافة البي او وهي قيمة ذراع عزم الميلان السكوني الأولي الذي أدى إلى ميلان السفينة أوليا بصورة فاي صفر. عند نهاية هذا عند نقطة التقاطع هذه سنعتبرها نقطة بدء قياس العزوم الديناميكي التي تؤثر الخارجية التي تؤثر على السفينة. إذن هنا لم يعد يهمنا الزاوية الحرجي فاي سي، وإنما يهمنا الزاوية فاي زد. إذن نرفع شاقول من عند الزاوية فاي زد ليتقاطع مع المنحنى. إذن فسوف نصل بين نقطة التقاطع والنقطة أي هذه النقطة ونمدد، فيتقاطع مع الشاقول الموافق لفاي صفر زائد 57.3 في نقطة، نقيس المسافة بين نقطة البدء التي تحدثنا عنها وهذه النقطة فنحصل على ذراع الاتزان الديناميكي الحرج البي كريتيكال. الآن إذا أعطي لدينا عزم ميلان عرضي خارجي ماذا نفعل؟ إذا في هذه الحالة نقوم بقسمة العزم على قوة الدفع دي فنحصل على الذراع البي، ونقارن البي بالبي كريتيكال. إذا كان البي أكبر من البي كريتيكال فهذا سيقود إلى فقدان السفينة لاتزانها، أما إذا كان أقل فسيؤدي إلى تأرجح السفينة بزاوية ميلان ديناميكي. لتحديد هذه الزاوية نقوم بكل بساطة برسم قيمته من نقطة البدء، نرسم قيمة ذراع العزم الميلان العرضي الخارجي الذي حصلنا عليه فنحصل على نقطة هنا، نصل هذه النقطة بالنقطة هذه النقطة فيتقاطع مع منحنى ذراع الاتزان في نقطة، نسقطها على الشاقول فتكون هي عبارة عن زاوية الاتزان الديناميكي للحالة التي نتكلم عنها، أي في حال تعرضت لعزم قيمته أقل من قيمة العزم الحرج. الآن إذا تعرضت السفينة، إذن السفينة لا تزال تميل نحو اليمين ولكن تتعرضت الآن لعزم نحو اليسار، إذن يؤثر نحو اليسار، وكانت فاي سي أصغر من فاي زد، أي أن الزاوية الحرجي هي نقطة التماس. نقوم إذن برسم جزء من المنحنى نحو اليمين وجزء نحو اليسار مناظر له. في هذه الحالة أيضا نرسم من عند الزاوية فاي صفر خط شاقول يتقاطع مع هذا المنحنى في نقطة هي نفس النقطة التي تحدثنا عنها. قلنا دائما نسير باتجاه اليمين حتى نحصل على هذه النقطة. إذن من هنا ماذا نفعل؟ نرسم مماس بنفس الطريقة فنحصل على البي او. إذن هنا نحصل على نقطة البدء. إذن هنا ماذا نفعل؟ إذن من هذه النقطة نرسم مماس، ولكن أي على الجزء الآخر من المنحنى، لأن العزم يؤثر نحو اليسار. إذن يؤثر نحو اليسار فنرسم مماس يؤثر في الاتجاه الآخر. إذن نمدد حتى يتقاطع مع الشاقول 57.3 فنحصل على البي كريتيكال. إذن لاحظ عندما تكون السفينة مائلة نحو اليمين ويؤثر العزم الديناميكي نحو اليسار، ستلاحظ ظاهرة مميزة جدا، وهي أن قيمة الذراع البي كريتيكال ستكون
كبيرة، أي أن عملية الميلان السكوني الأولي نحو اليمين قد ساهم في زيادة قيمة القيم الحرجي لزراع عزم الميلان العرضي الخارجي. إذن هنا نقرأ الزاوية فاي سي وتكون هذه هي حالة الاتزان. الآن إذا كانت فاي زد هي أصغر من فاي سي نتبع نفس الخطوات، ولكن ماذا نفعل عند إذن حتى نصل إلى نقطة البدء والحصول على قيمة البي أو؟ الآن نأتي إلى الاتجاه الآخر ونحدد قيمة فاي زد ونرفع قيمة الشاكور ونصل بهذه النقطة ونمدد حتى الخط 57.3. إذن فاي زد بما أنها الأصغر فالعزم الموافق لها سيكون هو الحرج، نصله بالنقطة بهذه النقطة ونمدد حتى نحصل على قيمة زراع اتزان الديناميكي الحرج في هذه الحالة. الآن نبدأ بدراسة الحالة التي تميل فيها السفينة بصورة سكونية نحو اليسار وليس نحو اليمين. إذن السفينة أثر عليها عزم ميلان عرضي خارجي ولكن بصورة بطيئة سكونية أدت إلى ميلانها بصورة دائمة نحو اليسار بزاوية ميلان عرضي أولي قيمتها فاي صفر. الآن لنفرض أن العزم الميلان الديناميكي الخارجي أثر أيضا نحو اليسار. إذن في هذه الحالة نرسم عند الزاوية فاي صفر، نرفع شاكور ودائما نتحرك باتجاه اليمين بمقدار 57.3 فنحصل على هذه النقطة. إذن الآن نرسم مماس على المنحني حتى يتقاطع مع الشاكور ونقرأ قيمة البي أو البي صفر. البي صفر ماذا تمثل؟ إذن تمثل زراع عزم الميلان العرض السكوني الأولي الذي أدى إلى ميلان السفينة سكونيا نحو اليسار. الآن نقول بأن الزاوية الحرجية هي الزاوية فاي سي، إذن فاي سي هي الزاوية الأخطر فنرسم ونحصل على فاي سي. إذن مماس من هذه النقطة حتى يتقاطع حتى يمس المنحني بما أن المنحني نحو اليسار فنرسم المماس باتجاه الفرع اليساري من منحني زراع الاتزان الديناميكي. إذن فنحصل على هذا المستقيم والذي يمثل عزم الميلان العرض الخارجي الحرج ومدده حتى يتقاطع مع الشاقول، لاحظ حتى الشاقول الموافق ل 57.3 ونقرأ كما قلنا دائما هذه هي نقطة البدء حتى نقطة تقاطع قيمة البي كريتيكال. هنا أيضا الظاهرة التي تحدثنا عنها سابقا بأن عندما يؤثر العزم السكوني والعزم الخارجي بنفس الاتجاه تكون الحالة خطيرة ويكون قيمة القيم الحرجي لزراع العزم الميلان العرضي الخارجي الحرج البيكريتيكال قيمتها أقل ما يمكن. لاحظ أن القيمة هنا تظهر في الرسم قيمة صغيرة في هذه الحالة. الآن ندرس حالة تكون فيها نفس الحالة السابقة ولكن تكون زاوية التسرب هي أقل من قيمة فاي زد. إذن نتبع نفس الخطوات السابقة، نرسم مماس ونقرأ قيمة البي صفر، ثم الآن لا نرسم المماس على المنحني ولكن نقوم برسم عند فاي زد، نرفع شاقول حتى يتقاطع مع منحني الاتزان الديناميكي في نقطة، نصل هذه النقطة بالنقطة هذه النقطة ونمدد حتى شاقول 57.3 ونقرأ زراع عزم الميلان العرضي الخارجي الحرج البي كريتيكال. ندرس الآن الحالة التي يؤثر فيها العزم الميلان العرضي الخارجي نحو اليمين والسفينة تميل سكونيا نحو اليسار، وبحيث تكون قيمة الزاوية الحرجي هي قيمة فاي سي، إذن هي الزاوية الحرجي. في هذه الحالة إذا نرسم فرعي زراع الاتزان الديناميكي للسفينة
إذن بما أن السفينة تميل نحو اليسار فنرسم قيمة فاي صفر سالبي، نرفع الشاقول حتى يتقاطع مع المنحني، ونرسم مسافة 57.3، نرسم مماس على المنحني حتى يتقاطع مع الشاقول، ونحصل على قيمة البي صفر. إذن نهاية دائما البي صفر هي نقطة بدء قراءة ذراع عزم الميلان العرضي الخارجي الحرج. الآن بما أن العزم يؤثر نحو اليمين فنقوم برسم مماس من هذه النقطة على الفرع اليميني من المنحني، إذن فيتقاطع مع فيمس المنحني في النقطة فاي سي وليس فاي زد هنا كما هي مكتوبة بطريقة خاطئة. الآن عند 57.3 إذن نأخذ نقطة التقاطع ونقيس المسافة من نقطة التقاطع حتى نقطة البدء. أين قلنا نقطة البدء؟ قلنا نقطة البدء دائما هي نهاية البي صفر. نلاحظ هنا قيمة كبيرة للبي كريتيكال. لماذا حصلنا على قيمة كبيرة للبي كريتيكال؟ لأن العزم الأولي يؤثر بعكس عزم العزم الديناميكي. إذن العزم السكوني الأولي أثر نحو اليسار والعزم الديناميكي أثر نحو اليمين، فحصلنا على ظاهرة إيجابية وهي ارتفاع قيمة البي كريتيكال، أي أن السفينة تستطيع تحمل عزوم ديناميكية أكبر نحو اليمين في هذه الحالة. الآن ندرس الحالة الأخيرة وهي نفس الحالة السابقة، ولكن عندما تكون زاوية التسرب هي أقل من زاوية الزاوية الحرجية. إذا نرسم الفرعين بما أن السفينة تميل نحو اليسار، نرسم فاي صفر ونأخذ مسافة 57.3، ثم نرسم المماس على الفرع اليساري من منحني الاتزان الديناميكي حتى يتقاطع مع الشاقول 57.3 لنحصل على قيمة البي صفر. إذا عند نهاية البي صفر ستكون لدينا نقطة بدء قياس ذراع عزم الميلان العرضي الخارجي أيا كان. الآن سنرسم قيمة فاي زد في الجهة اليمينية لأن العزم يؤثر نحو اليمين، ونرفع شاكول حتى يتقاطع مع الفرع اليميني في نقطة. إذن عند فاي زد يتقاطع في نقطة، نرسم منه خط مستقيم يمثل عزم الميلان العرضي الخارجي الديناميكي الحرج. إذن عند نقطة تقاطعه مع شاقول 57.3 نرسم المسافة بين نقطة التقاطع ونقطة البدء، فنحصل على قيمة ذراع عزم الميلان العرضي الخارجي الحرج.